يمكن شفنا من خلال التقرير برضو صور مختلفة للصدقة وللعمل الخيري، فممكن تكمل لنا بقى. احنا اتكلمنا عن طبعا الآبار هكمل لكم عن والوصلات. الابار. عندنا بقى المشاريع الاستثماريه اللي المؤسسه بتقوم بيها، اللي اعتقد بعد كده ان شاء الله هتخلينا احنا كمان من مؤسسه مستهلكه لمؤسسه منتجه، مش محتاجين ان حد يتبرع معانا. المشاريع دي هنبدا بالمشروع اللي هو الاستثماري عندنا، ده مشغل الخير. ده احنا بنوفر فيه مكان خياطه، بنساعد بعض الناس اللي هم سيدات كبار بلا عمل، بنوفر لهم فرصه عمل في المكان ده. وبعد ما بنوفر لهم فرصه عمل، المكان بعد ما بيخرج منه الحاجة بتروح فين بقى؟ الملابس هي كمان بتروح للأطفال اللي هم أيتام. بنعمل حفلات زي ما قلت لحضرتك لحفظة القرآن وبنوزع عليهم الملابس دي، فهو خيري بحت. بنوفر فرصة عمل للناس ومنه بيخرج ملابس للأطفال والأيتام. والحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نوزعها عليهم او اللي هم بالظبط في احتياج ليها، فاحنا كده بنوفرها وبتبقى بتكلفة اقل ويقدروا ان هم يستفيدوا بالظبط منها. بالظبط جدا. وكمان انا المفروض المشروع بتاعي ده برضو اعمل تبرعات، فانا برضو مش ببذل فيه مجهود قوي او مش بصرف فيه فلوس كتير قوي، لكن انا دلوقتي هو اقل انتاجيه، لاني انا محتاج برضو مبالغ ليه، محتاج ان انا اجيب قماش، محتاج مكان اكتر علشان اوفر فرصه عمل للناس اكتر واخرج الملابس للناس اكتر. ده بالنسبه للمشروع الاستثماري اللي عندي. المشروع بقى اللي انا كاحمد لو حد سالني في يوم من الايام ايه اللي ممكن تعمله، هو مشروع وقف النخيل الخيري. ده من احب المشاريع لقلبي. المشروع بيكون قائم على ان انا متبرع، معايا 5000 جنيه احطهم فيه. انا شايف ان احسن حاجه ممكن تحط فيها فلوسك هي النخله. النخله عمل خيري غير منقطع. النخله لو توفت زي ما احنا بنقول، يعني هي طبعا اطول من عمر الانسان بعد 70 سنه او 80 سنه. لا، هي في عندها فسيله خرجتها اصلا قبل ما تموت، في فسيله تانية خرجت من نفس الفسيله، في فسيله ثالثه خرجت، وهكذا الى ما لا نهايه. موجود مستمر طول بالظبط. ده الوقت. طبعا زائد البلح بتاعي اللي انا برضو بعد كده بستثمر فلوسه في شتى انواع الاعمال اللي عندي. يعني انا مش بس كمان انت بتدفع 5000 جنيه وخلاص، لا، انت تقريبا كده يعني هتعيد تاهيل ناس تقريبا كانت فاقده الحياه. يعني انت هتوفر لهم فرصه عمل، هتوفر لهم ماكل ومشرب، هتعمل وصلات ميه من النخله دي، هتعمل ابار من الميه دي، هتعمل مصانع علشان تجفف التمر ده وبعد كده الناس تبدا تستخدمه. فانت برضو انت انشات حياه من لا شيء. انت مش بس ال 5000 جنيه دول بتملك بيهم نخله، لا، انت بتملك قطعه الارض اللي مش موجود فيها النخله. مجرد 5000 اللي هو فك زنقة حد بيهم، يعني بالظبط. لا حد مزنوق فأخد الفلوس دي اتصرفت وخلاص وخلص الموضوع وهو ما استفادش غير بس استفادة مؤقتة. لا لا، ده المشروع دايم الى ما لا نهايه باذن الله. حتى لو انا توفاني الله، ايا كان اللي موجود او المشرف على المشروع دلوقتي، في غيره في غيره في غيره هيكمل، لان هو المتبرع ايه اللي يضمن للنخله بتاعته الى ما لا نهايه. وكمان هو معاه ايصال واخده من المؤسسه بتقول ان هو يملك قطعه الارض اللي موجود عليها النخله، زائد النخله واللي طالع منها هو كمان بيتحكم فيها، بيقول انا ممكن اخرجه لايه اثناء التبرع. فيمكن من بعدها على طول انا مش هبقى بعد كده بقول للناس اتبرعوا معايا علشان اعمل حاجه، ولا اتبرعوا معايا علشان اعمل وصله ميه، ولا اتبرعوا معايا علشان اعمل بير. لا، انا بعد كده هقول لهم احتفلوا معايا بال100 وصله اللي انا عملتها، احتفلوا معايا بال100 بير اللي انا عملته، احتفلوا معايا بالمستشفى اللي انا عملتها، بالجامع، بمثلا دار رعايه الاطفال. انا المشروع ده استثماري بحت. يعني برضو انا مش بس بستخدمه في ان انا انت حضرتك دفعتي 5000 جنيه وخلاص، لا، انت فعلا خليت بتستثمر معانا. انت بتستثمر فلوسك في حاجه ان شاء الله طويله الامد غير منقطعه باذن الله. حتى انت بس ممكن تعملها في نيتك بس ليك ولاولادك، فتخيل كم الخير اللي هيطلع منها برضو عشان يتوزع على بعض الاهالي الفقراء. صحيح. ايه بقى التجهيزات اللي بتعملها المؤسسه في الفتره اللي جايه؟ والله التجهيزات اللي جايه هي برضو تخص النخيل. احنا بنعمل طبعا رحلات في مواسم الزراعه للنخيل. بيطلع معانا المتبرع بنفسه بيزرع النخلة بإيديه. طبعا في بعض الناس الغير مقتدرة اللي هي ما تقدرش تسافر معنا، لكن بيتم توثيق فيديو ليها بيتبعت لها النخلة على الواتساب. بعد ما بيتم الزراعة، المؤسسة أصلا بتكون موفرة للمتبرع ده أتوبيس بياخده من مكان المقر عندي لحد ما بيرجعه برضو مكان المقر عندي بدون أي تكلفة نهائي. ده من المؤسسة. بعد ما بيزرع النخلة بتاعته بينبسط بيها وبيفرح بيها، بيجي لي تاني وبيجي لي تالت وبيجي لي رابع، بيزرع بدل النخلة 10 و20 و30. المشروع يفرح، اللي يجي يشوف الحاجة بعينيه بيبقى مبسوط. يعني بمجرد بس ما يزرع النخلة كده يقول لك أنا في الجنة زي ما الناس بتقول. وكمان هو المشروع صحيح. تحسيه برضو هو ليه مثلا أثر كده إيجابي في نفوس الناس، لما مثلا يقول لك
إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مثلا اتقوا النار ولو بشق تمرة، فبرضو لي علاقة بالنخيل شوية، فتحس الناس بتحب الموضوع ده علشان كده. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بتبقى مبسوطة انها شاركت في حاجة زي كده. بالظبط، يعني الموضوع محبب ليهم قوي، يعني طبعا النبي كان بيحب طبعا التمور جدا، فتحس ان الناس بتحب الحاجات اللي النبي مثلا كان بيقوم بيها، النبي كان بيعملها، النبي كان بيشجع عليها، فتحس الناس لا هي بتقرب من الناس دي. طبعا هو قال برضو في حديث لي ان افضل الاعمال ساقي الماء، لكن هم برضو عارفين ان النخله دي هتعمل هي كمان ساقي الماء. أيوه. فهم بيتجهوا دايما للمشروع ده.